ستة اكتوبر اتغير تاريخ الكون، عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون، بقيت أبطلنا موازين القوى اختلت، وجبنا الحق لبلادنا بطولة عملها أجدادنا، ومنهم خدنا قوتنا وبنورثها لولادنا. تاريخنا بيبتهيش، مشروعنا اتجمعون ضحى عشان نقدر نعيش. حكاية ما تتنسيش، تاريخنا بيبتهيش، حقيقة عظيمة جوانا في مصر الشعب دي. من التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع في ست ساعات. 6 أكتوبر العالم وقف مبهور، عدلنا خريطة الدنيا دي بإيدينا، ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ، صور أبطالنا عايشة كل شيء فينا. تحية لجيشنا وإرادته، صمود ونصر من عنده، كتب جوا التاريخ بطولة كتبها بإيده بخده. الحكاية ما تتنسيش، تاريخنا بينتهيش، مشروعنا بدمه ضحى عشان نقدر نعيش. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. حكاية ما تتنسيش، تاريخ ما بينتهيش، مشروعنا بدمهم ضحى عشان نقدر نعيش. حكاية ما تتنسيش، تاريخ ما بينتهيش، حقيقة عظيمة جوانا في مصر الشعب دي. Shabby.